لا 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 يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرة أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة. مرحبا بكم المشاهدين الأعزاء، تحركنا الآن من أمام القناة ومتكين إلى بحري إلى حي الشعبية ومنزل الأستاذة الغانونية والمهتمة بقضايا الشباب والشاعرة سارة وقيع الله أحمد. واليوم موضوعنا نتحدث عن مستقبل الأبناء ما بين الرغبات وميول الأهل. يلا معنا مشاهدينا الأعزاء، وبعد شوي إن شاء الله نحن حنكون وصلنا. حين نتلم سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن. أهلا بكم من جديد كل المشاهدين الأعزاء، وصلنا الآن إلى محلية الخرطوم بحري وتحديدا في حي الشعبية جنوب قريبين جدا من شارع الزعيم الأسري. عنوان حلقتنا اليوم مستقبل الأبناء ما بين رغباتهم وميول الأهل. واقفين أمام منزل الأستاذة القانونية والمهتمة بقضايا الشباب أستاذة سارة وكيع الله أحمد، وهي في انتظارنا الآن ومعها ضيفتها. أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا معنا مشاهدينا. السلام عليكم. كيف يا استاذة سارة؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. تسلمي ان شاء الله. كيف صحتك؟ ان شاء الله طيبين. تسلمي الحمد لله، يديك العافيه. تسلمي ان شاء الله، شرف الله غدرك. تسلمي كثير، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في بيتنا وشرفتونا كثير. برنامج ست البيت قناة الطيبة الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذه الزيارة الطيبة. إن شاء الله نقدر نقول كلام جميل الليلة ونكون خفيفين على المشاهد. أهلا بك كثير بيكم. يا مرحب بك كثير، ونحن أكيد مشرفين بك جدا اليوم أستاذة سارة وقيع الله أحمد، الأستاذة القانونية والشاعرة والمهتمة بقضايا الشباب. أهلا بك كثير، ولينا عظيم الشرف أكيد نكون معك وفي حوار دردشة خفيفة في الدقائق الأولى دي عشان كل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن يتعرفوا عليك عن قرب إن شاء الله. مرحبا بك من جديد أستاذة سارة، وخلينا نبدأ من مهنة القانون والمحاماة، وأكيد يعني من المهن الشاقة والتخصصات الصعبة جدا يعني خاصة على المرأة، يعني لأنها بتتطلب مجهود ذهني كبير جدا، بتتطلب حركة كثيرة ودؤوبة أكيد من القانوني. نبدأ معاك ودراسة القانون، وكيف كان الاختيار؟ هل كان من الأسرة ولا منك أنت؟ أهلا وسهلا بك أستاذة ندى. حقيقة أنا مهنة القانون حبيت مما كنت يمكن في المتوسط، كنت بتمنى أني أكون إما محامية أو إما قاضية، ما بعرف، هي في طبيعة في نفسي. أنا بحب إنه بحب العدل عموما، بغضب جدا لما أشوف الظلم بيحصل قدامي وما أقدر أمد يدي، فكان دي أكثر حاجة أو أكثر حافز بالنسبة لي إني أقرأ قانون. فحد الآن يعني أنا ب ب ب يعني بحاول أبذل مساعدتي ومجهودي لأي إنسان بحس إنه الحق معاه. يعني حتى بيجيني حماس غير طبيعي، أنا ممكن أشتغل بدون ما يوكلوني. يا جماعة وكلوني، أنا بشتغل الشغل ده لأنه قضيتكم دي رابحة جدا. جيتيني أنت وعندك قضية وحسيت إنها خاسرة وفيها لف ودوران، أبدا ما بغرين وضعك أنت شنو، أنت من وين تحتديني شنو، حتعمل لي شنو، بوقف طوالي. لا، أنت بالمناسبة في النقطة ضدك، أحسن نحن ما نمشي في الموضوع ده. اقتنعت بكلامي؟ أهلا وسهلا. ما اقتنعت ممكن تشوفي ناس غيري يشوفوا ليكي صغرة يشوفوا ليكي. جميل. إذا يعني مهنة القانون هي اختيار بالفطرة. أكيد
جميل جدا والله. بس في نقطة كده، أنا برضو بحب اللغة العربية، بحبها بشقة عشق غير طبيعي. فكان عندي إشكالية وقت التقديم إني أنا أتجه اتجاه اللغة العربية ولا أتجه اتجاه القانون. فيمكن كان الغالب، كان الغالب الدافع القوي بالنسبة لي هو المداني خلاني أمشي اتجاه القانون. اتجاه القانون. في الأسرة الكبيرة كان في أي لغة؟ أبداً 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 أبداً. يمكن كان في لغويين في لغويين عفوا بس قانوني ما فيه. طيب جميل. وسنوات الغربة بعد دراسة القانون، الانتهاء من دراسة القانون، وأكيد هي بتتطلب إنه الإنسان يعني يحتك بالقانونيين بالتدريب حتى إنه يصقل دراسته من خلال العمل أو المجال العملي. أستاذة سارة وهجرة مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة الجامعة، وبالرغم من ذلك يعني ما أحبطتي ولا ابتعدت عن القانون. كيف كانت المسألة دي بالنسبة لك وانت بتحسي بنفسك وقفتي من القانون ومشيتي لاتجاه غربة وبيت وأسرة وأبناء؟ صحيح صحيح، هي فعلا كانت فترة انقطاع يعني شبه كامل من المجتمع القانوني، من زملاء المهنة شبه كامل. يعني مهنة انت حبيتيها منذ الطفولة؟ مهنة حبيتها وجرت في دمي جدا، بس عن طريق الاطلاع، عن طريق تطوير الذات. جميل. في المهنة انا ما انقطعت ابدا. يعني كنت دائما بمشي المكتبة، بمشي معرض الكتاب، لازم اشوف كل الاصدارات الصدر الجديدة، اذا كان كاتب سوداني او كاتب مصري او كاتب كويتي او اي كان. معرض الكتاب في الرياض دائما بيكون في شهر 3، فانا لازم تكون عندي حصيلة محترمة جدا. وبضع يعني تحدي لنفسي انه معرض الكتاب الجاي، ولاني بحب اشتري الكتب وكأي امرأة بتحب الشراء عموما، فبضع يعني تحدي انا لو ما قريت الكتب دي معرض الكتاب الجاي انا ما حامشي. حيمشي زوجي، حيمشي الاولاد، حيشتروا الحاجات اللي هم عايزينها وحاطين الاولاد في البيت. فده كان حافز بالنسبه لي يعني. فالحمد لله فترة الغربة صحيح أنا انقطعت عن العمل، بس عن الدراسة أبدا ما انقطعت. الدراسة الذاتية ما انقطعت خالص. جميل. تربية أبناء بعيدا عن أرض الوطن برضه حكاية صعبة شوية، تخيلي. والله أنا بشوفها أسهل صراحة. أنا بشوف التربية في بتكوني في الفترة الأولى اللي هي يمكن السنوات الأولى اللي أنا قعدتها هناك، بكون أنا الوحيدة المؤثرة على أبنائي. الشيء أنا عايزة القيم، السلوك اللي أنا عايزة أزرعه في أولادي زرعته بدون أي تدخلات أخرى. خلاص قررت إنه مثلا أدرسهم التدريس المنهج الفلاني، أنا بدرسهم بدون أي تأثير آخر. خلاص المواعيد بتاعت الدراسة، المواعيد بتاعت اللعب، المواعيد بتاعت الوجبات، ما في حد بيتدخل عشان يقطع لي برنامجي او المقاطعات اللي بتجي يعني هنا البلد دي. لا اطلاقا دي ما كانت فيه. فانا تربيه اولادي كان بالنسبه لي سهله جدا. يعني انا لما اشوف الناس بيشتكوا من اولادهم من التربيه ومن العناد، لا انا حاسه انه اولادي اتربوا معي بسلاسه غير طبيعيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اتجاه اخر في حياه الاستاذه ساره وقيع الله وهو الشعر، وميول كبير جدا للشعر وكتابة الأشعار برضو يعني بالفطرة كانت موجودة عندك يعني من سنوات الدراسة الأولى، ولا كانت نتائج للغربة والابتعاد عن الوطن، ولا كانت متين هي تجربة الشعر دي أو ابتدت متين فيها مرحلة؟ يلا هو زي ما بقول الشعر ده موهبة. ممكن أنت تكون شاعرة بالموهبة بس ما اكتشفتي الموهبة بتاعتك. فأنا كنت بميل دائما للأحاجي، للقصص، للأصناف الأدبية مما كنت صغيرة. فطول اليوم في البيت تلاقيني النشيد الدون اليوم في المدرسة أنا بحفظه في الحصة، وبجي أكرر وأكرر وأكرر حد ما أخواني بتذكر بيسهجوا مني من كثرة ما أنا بكرر الأناشيد. بجيب الكتب بتاعت الأحاجي السودانية زمان، والكتب بتاعت القصص وقصص الأنبياء وكده بقرأ فيها. بس ما اكتشفت الموهبة دي إلا اكتشفتها سبحان الله بالصدفة وأنا في الجامعة. فيوم انا ماشيه في السوق العربي فلاقتني متسوله صراحه، انا يعني شكلها دخل فيني رعب ورهبه. اتجسدت لي الحوجه والحاجه ده في فتره الدراسه، كان في فتره الدراسه في الجامعه. اتجسد لي الفقر في وجهها. فمدت يدها تشحدني وانا طالبه ما عندي بالكاد عندي حق المواصلات. فطوالي رحت
كتبتي أول أبيات؟ يعني الموضوع ده وأنا راجعة للبيت وأنا وصلت البيت وبتخيل في شكل الحجة اللي مدت لي وهي شابة كانت وطفلة يعني شايلها طفل وهي ذات طفلة وبتسأل وبتشحد والفقر مجسد فيها. فرجعت طوالي كتبت عليها قصيدة، دي كانت أول قصيدة أنا كتبتها والقصيدة الوحيدة اللي أنا بحفظها. نسمع منا أبيات. هي اسمها إلى متسولة. قلت فيها: مدت إلي يدا مخضبة بالفاقة والفغير، ورنت إلي بطرف من جدته الكسر، فإذا بنظرتها تنبي عن دجى السهر، فلمحت هول الدهر في قسماتها، ينبيك كيف تحطمت آمالها ورمى أساس بلائها، والبؤس كيف طغى على سرائها، والفقر أفزع عيشها يا ويلها وشقائها. لم أدر ما قالته لي، لكن غيثاري أفاد رسائها، فوددت لو أني جمعت لها المنى ووهبتها كل الدنى، أو كان لي ذهب المعز ومختنى وكنوز قارون جميعا عبر ماضي الأزمنة، لكنني والله لم أملك سوى قلما ودفتر، فأجبتها: إني سأمنحك المعاني ليس أكثر، إني احترفت الشعر بل وأنني فيه سأغبر، شعر سأكتبه لك وأقوله في كل منبر، فالرزق يا أختاه مرغوب مدبر، ولكل مخلوق مشى في الأرض معيار مقدر. يا سلام، جميل والله يا أستاذة سارة، وكلمات معبرة. يعني هي السائلة اللي قابلتك في طريقك حركت في جواك ملكة الشعر، واستطاعت إنها يعني أو جعلتك إنك تستمسكي القلم وتكتبي أبيات جميلة زي دي. وأنا مدينة ليها باكتشاف موهبتي. يا سلام يا سلام عليكي. استمرتي في كتابة الشعر وكانت أيوة. على حسب مواقف محددة أنت بتمر بك في حياتك وبتكتبي؟ أيوة، يعني هي مناسبات مواقف فكنت بكتب في مواقف، أحيانا شعر عاطفي، أحيانا شعر رثاء، أحيانا شعر مدح للأولاد دي الأراجيز دي البنات كده، فدائما يعني المواقف أيوة بتحفزك أيوة في انك تكتبي أيوة سواء أيوة كان في البيت او في المجتمع المحيط بك. لكن تحيه والله يا استاذه ساره، ويا ريت ان شاء الله كمان الكتابات دي تكون موجوده وموثقه ان شاء الله، نتمنى ذلك انها تكون موجوده وموثقه ان شاء الله. ان شاء الله ترى دوري ان شاء الله قريبا وتطلع في ديوان شعري إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بجانب الشعر والغنون مهنة المحاماة وتربية الأبناء، عندك يعني اهتمام بتفاصيل دقيقة جدا في البيت من الخياطة والحياكة والتصميم، وكل ست بيت سودانية بنلقى عندها برضه يعني جانب أو ميول للخياطة والتطريز، لكن أنت نميتي الموهبة دي عن طريق التدريب واختيار التصاميم لبناتك، كلمين عنها. هي طبعا حياة الغربة والفراغ الواسع اللي عشته في السنوات الأولى قبل ما أولد الأولاد وقبل ما تكون عندي مسؤوليات بتاعة مدارس وتحفيز وتسميع، فحاولت استفيد من الزمن يعني بيكون عندي ولد ولدين صغار يعني بغطي احتياجاتهم بكل بساطة. اليوم كلهم معاي تانيهم خلاص، أنا في غربة وقاعدة لحالي وما معاي حد. فمشيت بحثت عن أماكن تعليم الخياطة، أماكن تعليم التصميم كده، فكل فترة التحفيز القرآن انضميت يعني للمعاهد تحفيظ القرآن، مشيت من هنا حافظة جزء كويس، فهناك الحمد لله مشيت كويس خالص، قربت أختم بس رجعتنا للسودان وقفتني. يعني دي كلها من الغربة ومن الزمن الآن لقيته الحمد لله، وعندي يعني هواية ومزاج يعني في المسائل دي التصميم. أنا لو دخلت المشغل وبديت أصمم واشتغل ما 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 بحس بالزمن إلا بسمع الأذان وبس، لكن تاني ما بحس الزمن. عندك مشغل في البيت أنت بتشتغلي من خلاله؟ أيوة. يعني العمل ممكن يكون يمتد للأخوات مثلا للجيران وهكذا، ولا بس شغلك على البيت بناتك وعلى نفسك؟ والله في الأول كنت بس في البيت وأخواتي الناس القريبين، فأسف الفترة الأخيرة بعد ما أصبح نشاط تجاري حسيت أنه الحمد لله الأولاد كبروا بقى ما في زول محتاج لي، فحاولت أتوسع أعمل شغل تجاري. جميل والله، نحن من حي تحية كبيرة، وأكيد دي مسؤولية ما سهلة كونه أن يكون في نشاط تجاري في البيت وكمان في عمل مكتبي، عمل المحاماة بالإضافة لموهبة الشعر اللي بتجي من فترة والتانية. نحن من حييك على كثير. وأستاذة سارة، هل أبنائك بتختاري لهم مجالات دراستهم ولا تركتيهم
هم ورغباتهم؟ لا أو نعم إجابة على السؤال ده. لا. طيب نحن بهذه الإجابة حنطلع فاصل ونجي راجعين عشان نتعرف أكثر على موضوع حلقتنا اليوم، وحتنضم لنا كمان واحدة من الأستاذات الفضليات، هم موجودين الآن معانا. خليكم معانا مشاهدينا الأعزاء بعد الفاصل. يا نبض البيت تنهض بالبيت موجود. مرحبا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي حلقة اليوم من برنامج ست البيت نبض البيت، وما زلنا بنتواصل معاكم من منزل الأستاذة سارة وقيع الله أحمد، وانضمت لينا الآن الأستاذة محاسن محمد المهدي الناشطة المهتمة بقضايا الأسرة. مرحبا بك كثير أستاذة محاسن، اهلا بك منورانا اليوم، وحديثنا اليوم عن مستقبل الأبناء ما بين الرقابات وميول الأهل. قبل الفاصل نحن أخذنا إجابة واضحة جدا من أستاذة سارة، لكن خلونا نبدأ من أستاذة محاسن. وكثير من الأهل بيتدخلوا في ميول وأحلام أبنائهم، الأحلام لبناء المستقبل. المسألة دي هي موجودة بكثرة في المجتمع، لكن نتكلم عليها من يعني زوايا أخرى، أنت رأيك فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وشفيعنا، على آله وصحبه وسلم. اولا انا شاكره جدا لاستضافه ست البيت لينا استاذه ساره، وشاكره لقناه طيبه على هذه السانحه. فيما يتعلق بمستقبل الابناء والبنات وميولهم، انا في ذهني اول حاجه قبل ما نبتدي في الحديث عنهم، هم نتحدث عننا نحن كأب وام. نعم. فنحن عشان نغرس القيم والسلوك الحميد في اولادنا قبل ما يطلعوا للشارع، لابد اننا نتعامل معاهم كاننا نحن يعني كل التصرفات اللي بنعملها في البيت لازم نراقب نفسنا بالاول، نشوف نحن هل احنا بنسلك السلوك الدارمي لهم في المستقبل ولا لا. يعني انا ممكن اكون بكذب وبتصرف تصرفات ما سليمه في البيت، وبتكلم مع ابوهم بطريقه غير لائقه، والاب يتكلم مع ابوهم بطريقه غير لائقه، واجي اطالبهم هم يكونوا هم قويمين. نعم. فبالاول انا اربي نفسي في البيت واقوم نفسي انا ذاتي شخصيا، حتى هذاك اقدر انشر المساله دي في اولادي، ودي لها اثر كبير جدا. انا متاكد يعني اي طفل نشأ متوازنه في اسرته لقدام بيطلع زول متوازن في حياته. نعم. فبعد ما نعمل الكلام ده بيجي التدخل. طبعا زي ما تكلمنا قبل تحت الهواء. نعم. انا ما براير بس بربي اولادي. عندي الشارع وعندي الميديا وعندي التلفزيون، وديل كلهم وسائل بتاثر في الاولاد. صحيح. واحتمال تهزم لي الكلام اللي قلته كله. لكن انا بفترض انه يعني انا اراقب، لكن بدون بحذر. صحيح. لان الرقابه اللصيقه بتخلق شخصيه ضعيفه ومحزوزة. للبيت ولا كان الولد ومحزوزه. فانا لازم عيني تكون عليهم، وفي نفس الوقت اتيح لهم قدر من الحريه، فتبقى هنا الموازنه الصعبه. يعني موازنه صعبه، لكن ما بيقدر عليها الا ابو يعني. ام متمكنين. صحيح. ايوه ايوه صحيح. ايوه. فانا بفتكر المساله دي اصلها ما لها علاقه بالتعليم ولا الثقافه ولا شيء. يعني احنا زمان ابهاتنا وامهاتنا وجدودنا كانوا سلوكهم قويم جدا، ما درسوا ما تعلموا، ربونا تربيه كويسه ما تعلموا. لكن انا بفتكر ان دي توعيه من المجتمع وتوعيه من الاسره الكبيره، والانسان ذاته يكون على قدر من الـ من الـ من الـ الفهم بتاع انك انت رب اسره. صحيح. ومسؤول. فالمسؤوليه دي يعني امام الله انت بتسال. صحيح. الام كونه يدوها الحق في انها تدخل الناس الجنه وتخرجهم منها، ده ماشي سهل. واذا يعني كان الاب والام ربوا تربيه صحيحه وتربيه سويه، اكيد هم بيكونوا واثقين تماما من اختيارات ابنائهم في المستقبل. نعم. نعم. سواء نعم. كان اختيار الدراسه، اختيارات في مجال العمل، اختيار نعم. الزوجه. نعم. وغيره من التفاصيل الكثيره. قبل استاذه ساره وسالناك عن ابنائك وبناتك واختياراتك لمجالاتهم الدراسيه، وقلتي لا انت ما بتتدخلي. الطريقة اللي انت انتهيتيه في تربية ابنائك خاصة في مرحلة اختيارات الدراسة الجامعية كان كيف؟ نعم. هي طبعا الاختيار الدراسة دي حاجة بتجي مؤخرا جدا. انا بكون عملت لها من بدري شديد. انا مما الطفل علماء النفس بيقولوا انه اكثر سنوات بتأثر في حياة الطفل هي الستة او السبع سنوات الاولى. صحيح. انا ببني هنا، انا يفترض انه انا كأم وكغيري من الامهات مفروض يبنوا في الحتة دي كويس، عشان بعدين ما يتعبوا، عشان بعدين الحياة تمشي معهم بسلاسة. قيادة اولادهم هي مش قيادة، الحوار يكون سلس بينه وبين اولاده. فانا بشوف انه الام لو مما الطفل صغير
مما تعلم الاختيار اتاحت له فرصه انه يختار ابتداء من ملابسه من العابه مشينا السوق وده في سن مبكر ممكن يكون من 4 سنوات من سنتين ممكن تحصل اختار اللعبه اللي بتعجبك اوكي انت اخترتها اتعلم تحمل مسؤوليتها ما عجبتك هي حقتك وانت تحافظ عليها بس تلعب بها او ما تلعب بها برضه ده خيارك اوكي مشينا سوق الملابس اخترت الملابس اخترت الالوان اللي انت بتعجبك انا ممكن اتدخل تدخل بسيط اشاره لانه مثلا اللون ده حساس الخامه دي ما كويسه رايك شنو ثاني غيره برضه اذا اصريت شيله بس انت مسؤول منه مسؤول من المحافظ عليه وبعدين اوكي حتى يعني نديه خيار في المدارس لما دخل المدرسه او دخل الروضه يمشي كم روضه كم مدرسه بيشوف يختار شنو اللي بيرتاح فيها وبيلقى نفسه أيوة انه ايوه مثلا مناسبه معاه وممكن يقول انه انا عايز المدرسه الفلانيه أيوة انا ما اختار لي وعلى حسب اولاده أيوة في الحته الفلانيه لا 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 اطلاقا 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 انا واولادي ده عالم ثاني خالص اخواتنا بيعملوا شنو وحمواتنا بيعملوا شنو نسابتنا بيعملوا شنو ما عندنا به اي موضوع ديا نحن كده نحن برانا مع بعض يعني حتى من اصغر خيار لاكبر خيار نحن تعودنا انه بنجتمع حتى بعد ما الاولاد شويه كده بيجوا عمرهم 10 12 سنه ممكن ندخلهم في قرار انه نسكن وين وناجر وين ونبني صحيح. وين صحيح ونجيب ورقه وقلم والخيارات وفلان قال كده وفرتكان قال كده ناخذ ارائهم اوكي المساله دي الحاجه بتديهم صيغه في نفسهم ثاني بتعلمهم الحذر انك ما تختار بتهور انه قرارك لازم يكون مدروس بتديهم المهارة بتاعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب القرار الصائب المناسب في الوقت المناسب فأنا القصة دي ما طوالي لما هم جوا الجامعة وأنا ما عارفة ميولهم شنو أهواءهم شنو أنت أسستي للمسألة أيوة. سنين مبكر أو لما جيتوا لمرحلة وبعد ده أنا الدراسة بتذكر ولدي الكبير لما امتحن شهادة أصلا إحنا عارفينه من بدري الرغبة هندسة إلكترونيات اول من ما جات النتيجه وبدات تقدم للجامعات كانت الرغبه الاولى بالنسبه له الهندسه الالكترونيه والحمد لله مشى فيها ممتاز جدا وكويس جدا وكان يعني عضو ناشط وفاعل جدا في الروابط بتاعت الجامعه الاكاديميه وتوفق والحمد لله حتى مشت القاعده دي على كل الاولاد في البيت ومشت على اللي بعده محمد ومشت عليه براءة عندي براءة السنه دي امتحنت برضه كان عندها خيارين اما تخش الطب او تخش الاداب وهي رغبتها اذا ما حصلت الطب حتحصل تخش الاداب بس عندها رغبتين وهي رغبتها كانت الطب كان رغبتها الطب الاولى انا نهائي ما عندي يعني مساله انه ولا من صغار كلام انه اقول يا دكتور ويا باشمهندس ويا كده لا ما عندي انتوا تختاروا طريقكم بطريقتكم انا هياتهم عليه كده على اساس انه دي حياتهم اللي بيعيشوها هم صحيح انا ما بمشي اكتب اقعد في المكتب عشان اشتغل نيابه عن واحد خلاص انا ما بفكر نيابه عن اي انسان بفكر نيابه عن نفسي بس صحيح كل انسان يفكر في حياته ومسؤول مسؤوليه كامله عن كل قراره صحيح استاذه محاسن وكثير من الامهات الواحده تقول لك انا قريت في المدرسه الفلانيه دايره بناتي يقروا لانه انا المدرسه دي تخرجت منها وخرجت خيره النساء في بلادنا والما بعرف شنو بنفس القدر انا دايره بناتي يقروا في المدرسه دي والله ما كده اختيار المدارس ده يعني انا بفتكر انه عنده كثير من المعايير والمحاذير هي على سبيل المثال يعني افرض المدرسه اللي انت قريتي فيها دي بعيده شديد من البيت يعني دي برضه واحد من المعايير يعني انا اختار المدرسه بتكون قريبه يعني انا اختار لاولادي مدرسه او لبنتي الطفله مدرسه يركبوا لها مواصلتين ولا يركبوا لها طرحين وغادي يكون مستوى المدرسه الدراسي في فتره دي انت ما هو نفس الفتره الحاليه المعيار الثاني مستوى الدراسي في المدرسه المعيار الثاني يعني ما في كل مدارس عندهم توجهات في مدارس مثلا عندهم انشطه وكده انا بحب المدارس فيها الانشطه يعني لما نقنع بنتي او ولدي بانه والله المدرسه دي لانها في انشطه انا بحبها بسبب يعني ما بقول لها سبب مغني ايوه اللي سبب مغني دي بعيده هو اذا اقتنع اوكي اذا أيوة مقتنع دي بعيده صعب عليك تمشي وتجي كل يوم والمواصلات والكده والكده طيب طيب اهميه الحوار بالنسبه للابوين يعني في البيت قبل استاذه ساره قالت ده كان منهجها يعني نعم. كان مهم جدا انها بتتحاور مع اولادها تحاور مع زوجها اهميه الحوار ده بالنسبه لاقناع الابناء اذا هم مثلا مصرين على حاجه مثلا تكاليفها اكثر من عاتق الاسره اذا كان مثلا حيتغرب برا المدينه اللي هو موجود فيها غيرها من الحاجات الكثيره قد يروى الام والابو صعبه عليه مهم جدا انه يتحاوروا معاه يعني هو الحوار بيبدا من بدري يعني الولد يكون عارف او البيت عارفه حدود دخلها لكم لازم نشركهم معانا في انه ابوه كده مرتبه كده يعني حتى الميزانيه المنزليه بيكونوا شركاء معانا في يعني ناقشه كلنا في جلسه واحده
وانا من هنا يا جماعه بوصي بعوده صينيه الغداء. صينيه الغداء دي بالمناسبه مؤتمر اسري يومي. صحيح. لو دلالات كثيره جدا جدا ومهمه. صحيح. ففي اثناء صينيه لا دي الحته الوحيده بيقدروا يجتمعوا فيها الناس ويتحاوروا فيها براحه. ايوه ايوه ايوه. فاثناء ما الناس بيتناولوا في وجبه الغداء او بعد الشاي وكده بيتكلموا عن انه يعني الام والاب يناقشوا بحريه شديده والله المرتب كده كده والشهر ده يعني حافز الشهر ده مش عارف قدرنا دخلنا كده وعشان نزيد دخلنا المفروض نعمل كده نعمل كده يبقى هنا الولد من الاول عايش معاك مشكلتك الماليه. صحيح. فهنا ما بيطالبك بشيء فوق طاقتك. لكن لما انت تلبد منه وما توريه كده وتسهر ليه على الام دي بتحب تسهر انه هي وضعها كويس وكده فده دي المشكله يبقى الولد او البنت بيختاروا يعني حياتهم وفقا لامكانات اسرتهم سواء كان مدارس او سفر برا او 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 حتى مظاهر يعني داخليه مناسبات لبس كده بيختاروا وفقا لانهم اوريدي هم عارفين مسبقا عارفين انه اسرتهم دي حدود امكانياتها كده. طيب في حاله انه ما كان متاح انه الناس يتلموا ويقعدوا في صينيه غداء او ما متاح لهم انه يكونوا موجودين في الحوار يعني او حوار اسري في قعدات شاي مغرب او غيره في الحاله دي برضه بيتطلب انه الاهل يتدخلوا يكون في تدخل في الاختيارات بعد ذاك لدراسه الجامعه او لاي مشروع في حياه الطالب اذا كان هو مثلا يعني عايز او مثلا طرحه على اسرته يعني يتدخلوا بياتوا طريقه وبياتوا اسلوب إذا فرضنا إنهم بعيدين من بعض ويزول في حاله في الأسرة كيف مفروض يكون التدخل؟ إذا في حوجة لأنه أنا أتدخل بتدخل إذا ما في حوجة خلاص الحمد لله كل واحد اختار طريقه يلا فرضنا إنه في حوجة عندي ولد حد ما وصل مرحلة الثانوي نحن بنتكلم عن اختيار التخصص عندي ولد أو عندي بنت حد ما وصلت مرحلة الثانوي ما عرفت تختار المسائل التخصص اللي هي بتمشي ليه أنا بعرف مواهبها بعرف إمكانياتها مقدراتها بشير عليها أنت والله يا فلانة متفوقة في مادة الكذا اللي هي لها علاقة وثيقة جدا مثلا بالاقتصاد بالمحاسبة أنت تمشي تقري اقتصاد لأنه حيكون عندك مستقبل كويس بوريها الطريق اللي هي حتمشيه حتبدأ من وين أيوة حتبدأ من وين الطريق اللي قدام حد وين في بعض التخصصات أنت بتقدر والتخصص ده ممكن يكون مستقبل شنو بعد كده وبتشتغل وبتكون نفسك في تخصص أنت بتكون طالب طول عمرك بتبحث عن الشهادات صحيح. أوريها إذا أنت عندك المقدرة أو أوريه إذا عندك المقدرة إنك تواصل طول عمرك تكون طالب أمشي أقرأ في الاتجاه ده إذا أنت لا ما بتحب الدراسة وما بتحب النظامات الأنظمة الدراسية والشهادات لا خلاص أنت أدرسي الدرس التخصص الفلاني أوريها الطريق عموما أو أوريه الطريق عموما يعني الاستشارة مهمة جدا مزايا عيوب صحيح يعني دي توعية من الأم أو من الأب لأبنائه إذا كانوا في مرحلة القبول للجامعة نحن بنحييك تحية كبيرة أستاذة سارة وقيع الله وأستاذة محاسن محمد المهدي أنا بحييكم وشكرا لكم للحديث الطيب الجميل ده وإن شاء الله نحن موعودين بحلقة قادمة معك وحتكون معنا في الحلقة الجاية الدكتورة فاطمة الجيلاني حتنضم لنا إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج ست البيت تابعونا إن شاء الله بكرة وحنواصل فيه باستفاضة أكثر في حديثنا عن مستقبل الأبناء ما بين الرغبات وميول الأهل خليكم معنا مشاهدينا في الحلقة الجاية لمواصلة هذا الحوار في أمان الله أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن عامر بالحب والتمع ومحب وإقرار وتعاون في الخير متطلبات